العقول الشابة النيرة والطاقات الشبابية وقصص النجاح دائما حاضرة في برنامج يوم جديد لإيماننا بأنه كتير مهم نسلط الضوء عليهم وعلى نجاحاتهم وإرادتهم وعزيمتهم لأنهم بالفعل عم بيكونوا أو ممكن يكونوا نماذج لغيرهم من الشباب. اليوم معنا قصة نجاح حقيقية. اليوم رح نتعرف على محمود الشطل. محمود عمره 23-24 سنة، عنده شغف كتير كبير بالاختراعات والأبحاث من لما كان كتير أصغر. طبعا في رصيده مجموعة من الأبحاث والاختراعات اللي أهلته إنه يوصل مرحلة نهائية من برنامج نجوم العلوم. حتى نتعرف أكثر على محمود، حتى نتعرف على كواليس هالبرنامج، وحتى نشوف كمان فكرته في تأسيس مشروع ريادي هيك ستارت اب بزنس، مشروع هادف جدا للطاقة المتجددة اللي هي شركة طاقتنا. اليوم سعيدين جدا بوجوده معنا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك محمود. شكرا على المقدمة الحلوة. أهلا وسهلا فيك، بالعكس تستحق أكثر محمود، وبأسلوبك الإبداعي. هلا أنت إبداعك أكثر علمي في مجالات الطاقة، لكن بأسلوبك الإبداعي يعني عرف المشاهدين عنك. مين محمود الشطل؟ شو هالإدمان، وإدمان إيجابي جدا طبعا على الأبحاث والاختراعات. تسلم والله. زي ما تفضلتي، هو أنا يعني بدأت في الأبحاث والتجارب من عمر مبكر نوعا ما، يمكن نهاية مرحلة التوجيه، بس كان البداية القوية كانت في الجامعة. عملت عدة مشاريع مع بصراحة بدعم من دكاترة، دكتور أنسترابشي، دكتور إساطير. عملت عدة مشاريع من ضمنهم طائرة بدون طيار وتوربين أو نظام هايبريد مولد كهرباء من طاقة الرياح والشمس. بصراحة هدول البحثين أعطوني الحافز وأعطوني الطاقة أني أطلع من الجامعة وبكل زي ما بيحكوها بالبلدي بكل عين قوية أنه أتوجه نحو حلمي وهدفي بشكل أقوى. فطلعت والله من الجامعة كان أمامي خيارين زي كل الشباب. رح نيجي لكيف إنه يعني ما استنيت الوظيفة وكيف فكرت بطاقتنا أكيد. بس قبل هيك قلت لي طيارة بدون طيار وتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، مصادر متجددة. من مصادر متجددة. طيب شو قصة الطيارة بدون طيار أول؟ بصراحة أثناء الجامعة كان عندي أنا بصراحة شغف بأي طائرات، فبدأت بتعاون مع دكتور أنسترابشي وقدمنا بحث للجامعة الهاشمية إنه ننفذ طائرة بدون طيار بورد باي سولر، يعني باستخدام الطاقة الشمسية، وتحكم فيها عن بعد عن طريق تكنولوجيا جديدة. بصراحة المشروع أخذ فترة طويلة من حياتي الجامعية اللي هي 4 سنين، أخذ منها 3 سنين. ما شاء الله. أنت عملت هندسة؟ خلصت هندسة كهربائية. أنا مهندس كهرباء. كان المشروع بصراحة له أثر كبير على الجانب الشخصي وطورني من ناحيه علميه كبيره. طبعا اثر سلبي على المعدل، بس اكيد يعني مش مشكله. اليوم الصبح كانت معنا الست مها درويش وكنا عم نحكي عن المبدع فيرسز المتفوق او الشاطر، وبالفعل يعني المبدع بده يستثمر كتير وقته وكتير جهده، مرات من امواله او يعني من حياته وقته بشكل عام أكيد. حتى يترك بصمه. يعني مزبوط والله، فعلا يعني هاي لمستها كتير في مرحله الجامعه وما بعد الجامعه. أول ما خلصت الجامعة زي ما تفضلت، يعني أنه معظم حياتي الجامعية كانت على المشاريع. أول ما خلصت من الجامعة أعطيت وقت كتير كبير لتحقيق الحلم الثاني اللي هو إنشاء شركة أردنية متخصصة في الطاقة المتجددة، قائمة على مبدأ التكنولوجيا والابتكارية والريادية طبعا. طب رح نحكي بالتأكيد عن طاقتنا، لكن قبل هيك بدنا نعرف من خلالك شو برنامج نجوم العلوم. يعني هلأ للأسف البرامج اللي الناس بتعرفها أكثر اللي لها علاقة بالمواهب الفنية، مع أنه برنامج نجوم العلوم لا يقل يمكن أهمية وجماهيرية عن البرامج الثانية اللي احنا عم نسمعها. بس هيك للي لسه ما بعرف نجوم العلوم، تحكي لنا عن هالبرنامج، كيف وصلت له أو كيف هم وصلوا لك؟ بالتأكيد أنت كنت قيمة مضافة وتأهلت للمرحلة النهائية، وهيك أعطينا شوي من اللي كان يصير باكستيج يعني وراء الكاميرات. أكيد لازم والله. بصراحة هو برنامج اليوم العلوم هو برنامج على مستوى الوطن العربي، بيقوم باختيار شباب من الوطن العربي عندهم مشاريع أو اختراعات قابلة لتحويلها لمنتج جديد في الأسواق. نعم. فمراحل التصفية له بتبدأ، بقدم له ناس من الوطن العربي. هاي السنة تقريبا قدم له 7000 واحد. أوكي. تجاوزنا بصراحة المرحلة الحمد لله، طلعوا المرحلة زي ما راح تشوف بالفيديو. في مراحل كانت تصفيات أونلاين، بعدين تصفيات إجوا عنا على الأردن على جميع العلمية الملكية. كان في لجنة حكام 3 أشخاص. طيب أي محطة يبث؟ يبث على محطة الـ MBC 4 يوميا على الساعة 5 ويوم الخميس على الساعة 8. نعم. هاي الحمد لله يعني أنا تجاوزت المراحل كثيرة ووصلت للنهائيات فيه. نعم. النهائيات بدهم 16 شاب من الوطن العربي. الحمد لله تأهلت أنا وكمان شخص أردني اسمه محمد عليان. حكيت لي موجه له تحية، هو بقطر عايش. والله هو عم يدرس في قطر حاليا.
الحمد لله والله في كان تمثيل أردني جيد في الموضوع. المسابقة يعني بتقوم على مبدأ دعم الأفكار اللي ممكن يكون فيها اختراعات وإنوفيشن وقابلة لتحويلها للأسواق. الحمد لله والله نافسنا على مستوى الوطن العربي بشكل منيح، وصلنا للنهائيات. قدمت هلا في هاي المرحلة اللي هي أهم مرحلة بصراحة بالنسبة لي في البرنامج، اللي هي مرحلة إثبات المبدأ proof concept اللي فيها طلب مني إثبات الفكرة يعني إثبات أو الفكرة. أهمية المشروع 100%. هلا هنا مرحلة كتير حساسة بالنسبة لي، طلبوا مني إذا بقدر أثبت التوربين تبعي أفضل من التوربين الموجود في السوق. نعم. لأنه إذا ما هو هذا التوربين مشي؟ أي نعم هذا التوربين. أوكي هلا بتحكي لنا عنه. اللي هو بولد كهرباء من طاقة الرياح. طلبوا مني أثبت إنه أنا اللي زي ما قلته إنه التوربين تبعي كفاءته أعلى من الموجود في السوق. فكانت مرحلة كتير حساسة. نعم. وإن شاء الله راح يتابعوه على التلفزيون وتشوفوا كيف تطورت البرنامج إن شاء الله. طب شو بيميز هالتوربين قبل ما نشوف الريبورتاج عن مراحل أكيد. نجوم العلوم؟ هلا زي ما بنعرف الطاقة المتجددة هي أي طاقة ممكن أنا أستخدمها أو أحولها سواء كانت رياح أو شمس أو مصادر أخرى وأستفيد منها في توليد الطاقة الكهربائية. توليد الطاقة الكهربائية. هلا إحنا بنحكي عن طاقة الرياح اللي هي عبارة عن توربينات بتولد كهرباء من طاقة رياح، بتيجي رياح بتدور الشافت خلينا نحكي وبصير يولد كهرباء مباشرة. وبهالحجم؟ هلا هذا أكبر هذا أوكي هذا تجريب. حجم التجارة راح يكون أكبر اللي هو إن شاء الله راح نشوفه في المستقبل في الستارت أب طاقتنا إن شاء الله. هذا التوربين ميزته فيه ميزتين بصراحة. الميزة الأولى إنه كفاءته أعلى من غيره. هلا في علم الطاقة إذا بتعمل أي جهاز كفاءته أعلى من الموجود فأنت طلعت بشيء جديد إنوفيتيف في يعني اختراع. نعم. الشغلة الثانية اللي هي إنه بيشتغل طبعاً أز أناوتكم يعني من هاي الفيتشر إنه بيشتغل على سرعات رياح بطيئة. أوكي. هاي مهمة جداً. أكيد بالنسبة خاصة لإلنا في الأردن، والشرق الأوسط بشكل صح عام. صح. لأنه منطقتنا مصنفة على أنها سرعة رياح منخفضة ومتوسطة مقارنة بدول زي أمريكا والصين مثلاً. طبعاً. فالتوربين تبعي فيه خاصيتين أساسيتين إنه كفاءته أعلى من غيره. لو جبنا أحسن توربين فيرتيكال بدور يعني بشكل عمودي في السوق وجبنا التوربين تبعي، التوربين تبعي بيولد من ضعفين لأربع أضعاف التوربين الموجود في السوق العادي. هذا مثبت علمياً وراح تشوفوه إن شاء الله. قد أخذك يعني قد جربت قد كان في ترايل أند إيرر يعني تجربة وخطأ لحد ما وصلت للمعادلة اللي عملت هالتوربين هالأدق والله فوق. السؤال يعني كتير مهم لأنه كتير ناس بتفكر إنه موضوع سهل. أكيد يعني كان في وراء شغل وتعب كثير. يعني اليوم تخرجت اليوم في حوالي سنتين ونص عبل ما وصلت لهي النتيجة. أمضيت سنتين تقريبا من عمري عبل وأنا عم بطور بس كان طبعا بدعم محلي و نعم ودكاترتك بالجامعة أكيد الأكاديميين يعني كتير دعموك في الجامعات. ما بعد الجامعة بصراحة ماهر قدورة ساعدني في إنه نكمل بحث تطوير. نعم. صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية بصراحة كمان. ساعدنا في مرحلة معينة. طب الحمد لله يعني في جهات عم تحتضن مبدعينا أو يعني بصراحة أو أنا برأيي من أكثر يعني الدول في المنطقة في عنا دعم للإنتربرنورشيب ثقافة الريادة في الأردن. يعني المنافسة اللي كانت بنجوم العلوم قديه تقريبا كنتوا مبدع؟ قدم لها 7000 أكثر من 7000 واحد ما شاء الله. وانت هلا صرت من آخر 16 هلا تصفينا لآخر 16 قديه بثري هيك إنك تعرف على ناس تانيين على هيك عقول وأدمغة مختلفة شبابية صراحة. يعني شو كانت القيمة المضافة غير يعني إن شاء الله يا ربي إنه يكون والله. ترشيحك كتير مهم بهالبرنامج تستمر الله والله في كتير يعني قيم مضافة خلينا أول واحدة إنك لما بتشوف شباب تتحمس تتحمس بتصيبك العدوى حلو عدوى إيجابية هاي فهاي ممتاز. الشغلة يعني إذا كان عندك همتك نزلت في فترة معينة ترتفع بتضلها باستمرار صح. وفي ثقافة منافسة أنا لما بشوف صاحبي الإيجابية الإيجابية طبعا نعم. منافسة يعني إنك تطلع بشيء جديد منافسة شريفة أكيد. فالنوعية هاي برامج أكيد أفضل من برامج اللي بيكون فيها تنافس غنائي وكذا من وجهة نظري طبعا يعني يعني وجهات نظر مختلفة أكيد. وبالأخير يعني المساحة موجودة للكل وكل واحد بيختار أو بينتقي الإشي المشابه لقيمه وأفكاره ومبادئه أكيد. وتطلعاته بالنهاية 100% وطموحاته. فبرنامج زي من هذا النوع يعني أكيد دفع كتير من الناس بالخاص بالمجتمع الأردني لما اللي بيعرفوني أصحابي خلينا نحكي لما شافوني يعني على الأقل تحمسوا إنهم يقدموا أنا صح. بصراحة صاروا يسألوني صرت أساعدهم كيف ممكن في المستقبل يعني يطوروا أفكار جديدة إن شاء الله. فهاي شاء يعني الله. فعلا فيها عدوى إيجابية للمجتمع الحمد لله. خلينا نشوف هالعدوى الإيجابية ونشوف كمان هيك لقطات من محطاتك أو مراحلك مع برنامج نجوم العلوم. ومشكور طبعا جبت لنا ريبورتاج زميلتنا المبدعة جيهان الصفدي. إذا بنحط الريبورتاج وبعدين نكمل الحوار. الهواء بيكون بطيء وبيضل يولد الكهرباء أكيد. فيك تعطينا هندسيا
عن شو عم نحكي؟ يعني على أخف سرعة هواء شو هي وقديش بيعطيني طاقة على هالهواء؟ نعم. The first feature، أول خاصية إنه it starts rotating at 2 meter per second. بينما الـ other wind turbines start rotating at higher speed. Are we claiming عندنا new geometry of the blade سمح لنا ب more efficient؟ Exactly, yes. شو هي الجيومتري الجديدة؟ إذا بتطلع على شكل البليتس بتاخذ عدة وظائف حسب موقعها بالنسبة للهواء. لما بيجي الهواء عليها بهذا الاتجاه زي جياح طيار بمر عليها ويند فلو بهذا الاتجاه بتشكل قوة بهذا الاتجاه. هم البليتس الخمسة زي بعض بالضبط؟ نعم. عاملة زي الهوك بالضبط. زي عاملة زي الهوك بالضبط. فدفع الهواء يجي في منطقة الحافة هذه. صحيح، حسب موقعها بالنسبة للهواء تستقبل الهواء من كل الجهات. فعلا احنا عانينا منهم في قطر، فانا نعم. صوتي لك المرحلة القادمة نعم. شكرا لك. ما بقول انه في عندك شيء جديد عم تقترحه علينا، بقى صوتي لا. اوكي. للبنفيت اوف ذا داوت، انه مش متاكد قديش الجيومتري بتاثر، رح تاثر على الافشنسي والسرعة، لكن بحب اشوف وين رح توصل في هذا الموضوع. شكرا. صوتي لا. شكرا. دكتور فؤاد ما أعطانا صوته وأنا بحترم رأيه بشدة، وأنا راح أثبت له إنه الكونسبت اللي أنا حكيت عنه راح يشتغل تماماً كما أنا حكيت. محمود الشطل من الأردن، يهوى الطبيعة وهي مصدر إلهامه. اختراعه هو عبارة عن توربين هوائي بولد كهرباء من طاقة الرياح، متطور عالي الكفاءة. ناقشنا مشروعك كفاية مع خبرك. أول نقطة، إجراء تجارب على التوربين اللي نحن شارينه. سو أول خطوة، أنت عم تعمل تجربة على منتج تجاري موجود بالسوق، اشترينا لك إياه. في عنده خمس شفرات وعمودي مفترض يولد طاقة. متى وثقت هالتجربة وخلصت منها، بروح للخطوة الثانية اللي هي تصميم شفرات اللي بدي ركبهم على نفس الويند توربين. بدي قيم الشفرات اللي هي موجودين معه جايين وركب، فكهم كبهم، وكون انا صممت نفس المقاييس بس بالجيومتري مختلفه، لانه هذه هي انت الابداع تبعك بالجيومتري تبع الشفر. بنركب الخمس شفرات، بنرجع بناخذ نفس التوربين مع الالكترونكس تبعه التجاريه، مع كل شيء تجاري، وبنحطهم بنفس المختبر تحت نفس الشروط، وبنعمل نفس التجربه. حلو. انه اذا انت بتنتج طاقه تحت نفس الشروط، احنا قابلين انه عندك ابداع علمي بتصميم الشفر. الويند راح يجي من هذا الاتجاه، راح يعمل دراج فورس على هاي لانها مفتوحه، وراح يعمل جوا زي تيربلنس، فراح ياثر على هاي كونستركتيفلي انها تدور بهذا الاتجاه. هي واحد نفس الشيء، هاي راح يشوفها الويند از ان اير فويل، هاي شافها از ان بليد دراج، هاي شوفها اير فويل شكل ليفت فورس بهذا الاتجاه. فانا استخدمت الشفرات الثلاثه المواجهه للهواء باني اعمل كونستركتيف فورس، عكسها تماما. هذا بس اللي راح تتاثر فعليا بشكل كونستركتيفلي بعض البليت، والبعض راح ياثر بشكل ديستركتيف، راح يقلل من النت فورس. هنا تيبيكال ايروفويل، بس مشكلتك ان انت مش عايز هذا ايدي كرنت، هذه هي مشكلتك. ذاتس ا بروبلم، هاو وي كان مينيمايز ات باي كيبينج ذا سيم ادفانتج. يعني ذا سمبلست واي تو دو ات ان انا اجي هنا احط لي، لا مش اطول، احط لي هنا يعني ليتل انجكتور سلوت صغير تاع هواء. اوكي. يكون عندي كومبريسور، الهواء وين يسوي؟ الهواء ينفخ في هالاتجاه. يعني بالفعل ريبورتاج كتير مميز، وهيك تابعنا معك أو دخلنا بأجواء هذا البرنامج. كنت عم تقولي أربعة أشهر كاملين عند بالدوحة أو بقطر. نعم. قدي الفايدة، يعني انسى على الصعيد ومبين قدي في كفاءات للجنة التحكيم، بس أكيد في فايدة يعني علمية وعلى الصعيد الإنساني يعني والشخصي والاجتماعي. مزبوط والله، كانت تجربة ثرية بصراحة بقطر، يعني كانت مليئة، كان دوام زي ما شفتوا أول شيء تخطيت مرحلة هي الاختيار المبدأ للأفكار بدأت في الأردن، زي ما شفتوا كان الدكتور وسام الربضي من الجمعية العلمية الملكية كان موجود في لجنة الحكام. نعم. بالإضافة للدكتور فؤاد اللي ما أعطانيش صوته، طبعا هو لم يعتقد أنت ردت فعلك رائعة يعني وإيجابية كثير. تسلم والله. فكان يعني هون التحدي إني أثبت الفكرة اللي أنا حكيت عنها. هلا عم بينعرض الآن على التلفزيون وراح يشوفوها الناس، يعني إن شاء الله مع نهاية الأسبوع تطلع النتيجة إن شاء الله. صار وقت نحكي عن طاقتنا، والصبح كنا عم نحكي أنا وزميلتي لانا إنه قد إيه مهم الشباب بس تخرجوا من الجامعة، وخاصة هلا مرات تشعر إنه في تخصصات فيها فوق الإشباع يعني. صح. من عدد الخريجين إنه ما يستنى الوظيفة سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، عن جد في أفكار كثير مهمة وكثير حضارية وكثير ريادية، ومرات برأس مال بسيط
بسيط يعني ممكن انه هيك تكون موجوده على ارض الواقع. وانت بالفعل يعني هذا هو الخط او النهج اللي انتهجته وكانت فكرتك الابداعيه طاقتنا. شو بتحكي عنها؟ بصراحه اول ما تخرجت من الجامعه كان امامي خيارين زي كل الشباب، اما اني بقعد فتره وانا ادور على شغل او باخذ الخيار الصعب وبروح باسس الشغل، وفي المستقبل طبعا راح تكون ثمرته علي وراح يكون له طبعا فوائد على المجتمع طبعاً. وفي طبعا بدل ما انا اصير ادور على شغل بصير اشغل ناس، في له فوائد كثيره. بصراحه انا طموحي انه اسس شركه لها بتحل مشكله اردنيه احنا بنواجهها على شكل بشكل يومي، وهي مشكله الطاقه الكهربائيه طبعاً. اللي هي راح ترتفع باستمرار بسبب ارتفاع فاتوره النفط على الاردن. فانطلاقا من هاي المشكله حكيت ليش بنطلع بحل موجود عندنا. طبعا الحلول الموجوده في الاسواق اللي هي التوربينات الهوائيه غير صالحه 100% لبيئه الاردن لمشاكل في سرعه الرياح واسعارها حتى. وهي انت تجاوزتها بالاختراع الحمد لله والله. فكان التحدي الاول اني اطور توربين مناسب للاردن، مناسب لسرعات الرياح في الاردن عندنا، والتكلفه كمان تكون معقوله. بالضبط. احنا في الاردن يعني بنطلع كثير على التكلفه. لما اجي استورد حتى توربين اللي هو ارخص شيء من دول شرق اسيويه ستيل سعره غالي نوعا ما مقارنه ل توصل الدخل الأردني. نعم. فمن هذا المنطلق والله كان في تحدي أنه أقل الكوست بحيث أنه حتى يظل التوربين كواليتي عالي يظل برضو يعتمد عليه. فهذا اللي المشاكل اللي حيناها في طاقتنا. بصراحة فزنا بجوائز كثيرة خلال الفترة الماضية على مشروع طاقتنا. فزنا في بداية في وسط 2011 بجائزة ملك إيران للريادة. ما شاء الله. فزنا والله بجائزة عالمية آخر فترة باسطنبول. نعم. حتى حضرها نائب الرئيس الأمريكي والحكومة التركية. ما شاء الله. جي اي اس تي والله. فزنا في المركز الثاني. الحمد لله. مستوى العالم والحمد لله. وهلا يعني إضافة إنه هالجوائز أو الاشتراك في هالجوائز العالمية أكيد كثير بثري وبضيف وبصيروا معروفين أكثر للناس، هل كمان ممكن يكون في مردود مادي تشبيك مع هاي الجهات ممكن يدعموكم؟ اكيد والله. لانه دائما التحدي المادي دائما موجود للاسف ودائما قد يعيق يعني الكثير من الشباب والافكار. صراحه نقطه في مكانها، يعني انه احنا في الاردن كثير ناس اول ما بلشت في المشروع عندنا في كثير او خلينا نحكي فئه معينه خلص بتحكم على الفشل من بدايه المشروع للاسف. فهون هلا الانسان لازم يكون عنده قدره على مقاومه هاي الثقافه او على تغييرها حتى. فخاصه انه عندنا في الاردن في كثير جهات بتدعم. انا اول ما بدات مشروعي بجوز خلال اسبوع لقيت جهتين ممكن تدعمني، ضلتني ماشي مع جهه معينه اسمها ميدان حاضنه الاعمال. نعم. لاساسها رجل اعمال اردني اسمه ماهر قدوره. نعم. وبصراحه تبنت الفكره لمرحله جيده ودعمت البحث والتطوير معي. فيما بعد انتقلت لجهه ثانيه. نعم. طبعا في بدايتها راح تكون صعبه، المردود المادي يمكن ضعيف على مستوى الافراد، ولكن مجرد ما وصل المشروع لمرحله ناضجه بصير اكيد مردوده جيد على. نعم. الافراد وحتى على الموظفين اللي بيشتغلوا عندك. الحمد لله والله احنا حاليا عندنا مشغل بدأنا في تصنيع التوربين وعندنا مكتب والله، ونقدم خدمات للناس يعني زي دورات في الطاقة المتجددة. برافو. حتى كونسلتنج في مجال الطاقة المتجددة. قبل فترة بتذكر برمضان وإحنا لازم ننهي بس كنا كمان مع دكتور عملاق يعني موضوع الطاقة دكتور شهاب القرعان إذا بتعرف عندهم بترا سولر كومباني. فبتهيألي كتير مفيد لو بتشبك معه لأنه كمان عم بيعملوا عمل وطني بالطفيلة يعني. مزبوط. إن شاء الله بالنسبة للطاقة المتجددة. نشكرك محمود يعني كل التوفيق لإلك. الله هيك يحميك ويهنيك ويوفقك ونستنى كل جديدك ان شاء الله وكل انجازاتك. اهلا وسهلا فيك محمود الشطل. بالفعل بالفعل بنرفع لك القبعه مثل ما بيقولوا. ومشاهدينا ختام الفقرات مع فقره يعني طابعها طبي طبعا، لكن هي راح نتحدث فيها عن المؤتمر الاردني الدولي 23 لطب الاسنان مع لانا وضيوفها. خليكم معنا.